مشاهدينا رجعنا لكم لحتى نكفي باقي فقراتنا لليوم من صباحكم سوري. من الساعات الأولى لحادثة الزلزال وكانت الاستجابة الطارئة والسريعة من قبل مديرية الصحة كانت جاهزة، وكان في عنا فريق كامل متكامل من أطباء وممرضين وإسعاف كان عم يشتغل على هذا الموضوع. تفاصيل أكثر رح نعرف عن هي الأمور وكيف كانت الاستجابة وكيف كانت عم تمشي آلية الأمور. صار معنا بالاستديو الدكتورة منى ياسين عضو ضمن فريق الاستجابة الطبية. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير دكتورة. صباح الأنوار، صباح لكم لكم لمشاهديكم. يسعد صباحك دكتورة وسلامتك. يعني انت اليوم أنا بعتذر كثير لأنه راح تكون نبرة صوتي شوي ما كثير مستزاغة للأذان المشاهدين. سلامة قلبك، شرفتينا دكتورة. بداية خلينا نحكي عن عدد فرق الاستجابة السريعة. كل فريق من هيدي الفرق من مين مؤلف؟ يعني شو هي المهمة الموكلة لكل عضو بهيدا الفريق؟ هلأ أنا أحكيكم أول شيء بالبداية كيف تلقينا الخبر وشو عملنا. نعم. ورح نمشي فضل. شوي شوي لبين ما شكلنا هيدي الفرق. هلأ بتعرفوا مثل ما بتعرفوا بالكوارث الطبيعية يعني عشرات الآلاف من الناس بيتأذوا خلال دقائق محددة. يعني أهم أول شغلة هن بيفقدوها هي نمط الحياة اليومية، يعني ما بقى قادرين، ما في مأوى، ما في أكل، ما في شرب، ما في رعاية صحية، بيكونوا هيدي الحاجات هي يعني أول شغلات بدهم إياها، بيطلبوها كأسعاف نفسي طبي أولي، أنا لازم أمنها لهيدي الشغلات. صحيح. نحن أول يوم أطلقين يعني كنا مثل كل العالم، صار حالة ظهور الحقيقة، ما مرق علينا هيك تجربة وإن شاء الله ما بقى بتمرق أبدا. إن شاء الله. بعدين ثاني يوم مباشرة كان في توجيه من مديرية صحة اللاذقية لتكوين فريق إسعافي فأطباء وممرضات يطلعوا مباشرة على أماكن الإيواء اللي نحن كنا عم نعرفها أول شيء من بداية من وسائل التواصل الاجتماعي وين الناس تجمعت. تشكل هذا الفريق فيا طبيبين فيا ممرضات فيا لقاحات، وأخذنا معنا حقائب إسعافية، أدوية إسعافية وأدوية مزمنة وبعض المسكنات والشغلات البسيطة يعني، وطلعنا الحقيقة على أماكن التجمع لأماكن الإيواء اللي كانت وقتها أول شيء النوادي الرياضية. صح. كانت الجوامع، المدارس، الكنائس، المدارس، المدينة الرياضية، جامعة الشام، كان في الناس وين ما كان في ممكن يدخلوا له دخلوا وقتها. نحن نزلنا على هدول العوائل بالبداية، طبعا كأسعاف نحن جنبكم ونحن أي شيء بتريدوا نحن موجودين، وبلشنا كدعم نفسي أولي إسعافي، وبعدين صرنا نعطيهم بعض الأدوية اللي هن لازمينها، إذا عندهم حالات حادة نفحص ونعطي هيدي الأدوية. كان في كمان جرد للعائلات لنعرف احتياجاتهم. الشغلات اللي ما كانت موجودة عنا كنا عم نكتبها ونوثقها ونربطهم مع جمعيات إغاثية، يعني الجمعيات كمان كان موجودة معنا على الأرض مباشرة بلشت كمان تشتغل، نربطهم يعني عندك احتياج بهذا الشيء المعين نكون ربطني بجمعية معينة لتأمن لهم هذا الشيء. الحقيقة كان شغل مضني ومتعب كتير، بس كان في سعادة داخلية لأننا نحن قادر يعني إنه نكون نقدر نأمن شيء لهدول الناس اللي اضطروا اللي هن أهالينا طبعاً. صحيح. يعني فيما بعدين يعني لا 14 شهر نحن هذه الفرقة كموجودة شفنا كل مراكز الإيواء ومسحناهم وقدمنا لهم كل الأدوية. سؤال دكتورة، إذا قبل بالمرحلة الأولى اشتغلتوا على مراكز الإيواء الموجودة بالمدينة، لكن كان في أماكن أخرى متضررة وهن هدول الأشخاص ما لهم موجود بمراكز. صح. الإيواء. صح. كيف اشتغلتوا انتم على هدول الأشخاص؟ هلا بلشنا يعني نمشي فرق جواله موجوده بتتمسح منطقه اللاذقيه كلها مدينه اللاذقيه. هذه الفرق بقى بتتوجه للمتضررين النازين عند قرايبينهم عند جيرانهم. نحن بنمشي هذا الفريق مثلا هو بمنطقه الاشرفيه مثلا بهالمنطقه على كل زاويه بيوقفوا نص ساعه ساعه شو في عالم موجودين بينزلوا لعندهم شو عندهم نشوفهم نسال عن المتضررين شو لازم لكم شو بنقدر نأمن لهم موجودين. نحن عم نطلع هلا هي الفرق اللي عم تطلع هلا موجوده من 15 شهر استجابه من 15 شهر لهلا لسه موجود بكل فريق طبيب داخليه، طبيب اطفال، ممرضتين لقاح، ممرضه تغذيه، قابله قانونيه،
الإلكترونية مترافق هذا الفريق الطبي، هذا اسمه فريق طبي، مع فريق تغذية مرافق له مؤلف من مثقفة صحية من قابلة ممرضتين تغذية. وامبارح بلشت تدخل فرق الدعم النفسي الاجتماعي كمان بلشت 14 فريق موجودين بمدينة اللاذقية. هدول راح يمسحوا للمدينة مسح، هدول راح يشتغلوا لمدة شهر فريق الدعم النفسي. هدول كلياتهم نحن عم نتوجه لهدول الأشخاص نحاول قد ما فينا نأمن احتياجاتهم الطبية والدعم النفسي، وفي حال وجود أي اضطراب نفسي مستمر طبعا عندنا مستوى أعلى، نحن على تواصل مع أطباء أخصائيين نفسيين موجودين، لأنه نحن بالفريق عندنا أطباء مدربين على بعض الأمراض النفسية المنتشرة والإسعاف النفسي الأولي، بس بعدين ممكن يكون هالاضطراب يزيد او يصير بحاجة لمستوى اعلى. موجودين معنا طبيبين اخصائيين نفسيين، هن نحن كمان موجودين تليفونات على التليفون معنا على طول، ومنحول احالة نظامية وبعدين هن بقى بيكملوا الحالة عند الطبيب النفسي. يعطيكم العافية دكتورة. بس الله يعافيك يا رب. ذكرتي حضرتك بانه ممكن الاشخاص يعني الموجودين انه يجوا لعندكم على هي عيادة متنقلة او شو؟ هلا بالبداية كانت اول شيء بس الاحتياج شو محتاجين هن لهم. بعدين نحن صرنا أخذنا مركز صحي متنقل، كل أخذنا كل برامج مديرية الصحة نقلناها على هدول المراكز. أخذنا هاي مثلا بناخذ الأطباء الفحص الطبي، وبناخذ مثلا دراسة الحالة التلقيحية عند الأطفال دون الخمس سنين، دراسة الحالة التلقيحية عند النساء في سن الإنجاب لنشوف إذا هن عم ياخذوا كزاز ولا لا، بنشوف أسواء التغذية اللي عند الأطفال حتى وعند السيدات، إذا عندنا أسواء تغذية كمان مترصدوا بتقدم لهم العلاجات اللازمة. ممكن كمان نترصد الأمراض الوبائية اللي ممكن تصير بهدول المناطق أو بهيك تجمعات كبيرة، هيدي بنشوفها وبنترصدها وبنبلش كمان تسقيف صحي بشكل كتير كبير مشان ما يصير عنا أوبئة. هلا نحن ما عنا غير حالات فردية الحقيقة، مثلا مثل الجرام، مثل أمراض تنتقل عن طريق الماء والغذاء، مثل الكوليرا، مثل هدول كلياتهم ما عنا حالات إلا حالات فردية بسيطة. هدول الشغلات نحن كل يوم بدنا تقرير منها، كل يوم بدنا نشوفها لهي ندور عليها، لأنه ما بدها تكون هن بالكامل ونحن ما حاسين فيها وبعدين فجأة يصير عندي انفجار بهدول الحالات. كمان منشوف مندرس الحالة البيئية لمراكز الإيواء أو حتى الناس المتضررين النازلين، كيف هن البيوت اللي عايشين فيها كمرافق صحية، كسلامة الماء، كسلامة الغذاء، هذا كله ضمن اهتماماتنا. طب دكتورة مثلا في يعني بالزلزال في كتير فقدوا بيوتهم، فقدوا الأوراق المتعلقة فيهم، مثلا الأطفال اللي هن بعمر اللقاحات بطاقة اللقاح تبعهم ضاعت، هدول الأشخاص كيف أنتم عم تتعاملوا مع هدول الأطفال يعني؟ وحتى بالنسبة للقاح كيف عم تتعاملوا مع الأطفال الثانيين اللي موجودين؟ بكل فريق بكل فرق الاستجابة موجود ممرضتين، إذا ما ممرضة ممرضتين لقاح. هدول الممرضات مدربات، يعني نحن بنحاول نقرب لها للأم ونبعد لها لنتوصل آخر شيء لكم مرة راحت على المركز الصحي، أيمت شو العمر، أيمت آخر لقاح مثلا أخذته، شو كان عمر الولاد، كل هدول الأسئلة هدول المدربات الممرضات بيستنتجوا منهم شو هن اللقاحات اللي أخذينهم هدول الأطفال. وبالتالي ممكن إذا بيعرفوا مثلا أخذت 3 زيارات 4 زيارات بيعرفوا شو هن اللقاحات وبيكملوا على أساسهم. نعم. يعني من الاستجواب الأم أو الأب إذا كان موجود بنعرف نحن شو اللقاح المطلوب. طيب أنا كمان بس بدي أسألك سؤال عن المناطق البعيدة، مثل مثلا الهنادي، إسطامو، مثلا يعني دمسر، خول، هاي المناطق هاي أنتوا وصلتوا لهنيك، حتى الشامية أو وصلتوا لهي المناطق؟ كل المناطق المتضررة نرحل نحن في عنا بمدينة اللقبي محافظة اللاذقية 6 مناطق صحية، الستة كان عندهم فرق استجابة، بس طبعا بتكون بتركز بالمناطق المتضررة أكثر، مثلا مثل الجبلة كان فيها تضرر أكبر، إسطامو كان فيها تضرر، والمدينة الرمل الجنوبي بدمسر خول المشروع العاشر كان فيها هالمناطق هيدي أكثر تضرر، لأنه بالتالي كان في تركيز عليها بالبداية، بس هلا الكل فرق الاستجابة موجودة بكل الأماكن وعم نوصل لكل المتضررين. طيب دكتورة، بحال نحن توجهنا لمنطقة معينة وعم بيتم يعني مسح الأشخاص اللي بحاجة هن لعلاج أو لدعم أو إلى آخره، طيب ممكن في حالات معينة ما تقدر مثلا توصلكم أو ما تقدر يوصل الخبر أنه أنتم موجودين أو متواجدين، نحن عم نمشي على داتا معينة على بيانات معينة أنه بهي المنطقة في عنا الحالة الفلانية 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 بحاجة لعلاج أو لا، أي شخص بيتوجه لنا نحن منعالجه؟
هو أي شخص، نحن بنستقبل كل الأشخاص حتى متضررين وغير متضررين، بس هدول الأشخاص اللي هيدا فينا يتوجهوا للمراكز الصحية. مراكزنا الصحية كمان مؤهبة وهي مؤهولة تشتغل كل نحن عم نشتغله بفرق الاستجابة السريعة. يعني مركز وين ساكنين هن أقرب مركز صحي لإله فينا يتوجهوا لإلهم، وبيعرفوا نحن موجودة على صفحة المديرية حتى نحن وين موجودين بشكل يومي. بياناتنا سواء جمعيات اللي عم تشتغل معنا على الأرض أو فرق مديرية الصحة، كل هالدول موجودين لهم خطة عمل يومية كل يوم باليوم بتنشر. يعني عفوا بس يعني كتسمية اسمها الاستجابة السريعة، يعني اليوم المواطن وقت عم يسمع أو المتضرر خلينا نقول عم يسمع بفكر أنه أنا بتصل معكم أنا بحاجة لعلاج بالمنطقة الفلانية، أنتم بتتوجهوا لعنده مباشرة أو لا وفي خطة معينة زيارة المنطقة اللي هو موجود فيها ممكن تزوره؟ هلا نحن ممكن نحط خطه لبعدين. انا مثلا حدا اتصل فيني وهيدي المنطقه انا استجبت لها، ممكن انا اذا عندي تمديد ممكن انا احطه بعدين بخطه التاليه، بس انا هلا الخطه حاططها على 15 يوم. هلا خطه الدعم النفسي موجوده على شهر محدد، بس بهذا الشهر كل مدينه اللاذقيه رح تكون نحن زرناها كلياتها بكل شوارع بكل احياء كلياتها. نعم. طب اذا نحكي هيك عن بعض الحالات، بعض حالات الاطفال الصعبه اللي انتم صادفتكم اثناء عملكم، سواء من ناحيه النقص الغذاء، سواء من ناحيه الامراض، سواء من ناحيه الدعم النفسي، اذا بتحكي لنا عن بعض هيدي الحالات. هلا نحن في طلع لنا عدد اطفال بس الحقيقه كثير قليلين، هن ممكن كان عندهم اسوء تغذيه، هدول طبعا لهم برنامج محدد علاجي او وقائي او تكميلي، بتنعطى الزبده، بتنعطى المغذيات. النساء كان عندنا بعض حالات النساء عندها اسوء تغذيه كمان. طلع لنا بعض حالات متسربين عن اللقاحات كمان، هدول رممنا لهم وبلشنا نتواصل، ونحن كل شيء بياناتهم بناخذهم، ارقام تليفونات، احنا بناخذ رقمين تليفون يعني مشان واذا واحد ثاني كان عرض او شيء نقدر نتواصل معهم، ما نقدر يعني دائما نضل متابعينهم لهدول الاطفال. يعني الحقيقه ما في هالحالات الشديده. هلا ممكن الاطفال التوتر نتيجة الزلزال، هدول مثل ما بتعرفوا انتوا الأطفال يعني احتفاظهم بالذكريات المؤلمة أو الشغلات الكبيرة بتضل بأسرة بنفسيتهم أكثر من الكبير، وتكيفهم وتأقلمهم بيكون أقل الحقيقة. هدول شوي عم يكونوا مثلا صار عندهم بعض حالات تبوال ليلي، صار عندهم مثلا كوابيس ليليه، يعني بخافوا مثلا يفوتوا على التخت الصبح بالليل انه صار الزلزال بالليل. يعني هالحالات الفرديه هيدي يعني بدهم دعم نفسي. نحن عم نشتغل على الاهل كمان، لانه هن انا بشوفوا لهذا الطفل مره او مرتين ما راح اشوفه كثير، الاهل دائما هن الملازمين له. كيف بدك تتعاملي مع الطفل، كيف بدك تشعره بالامان، كيف بدك تحاولي تدربيه انه هو كيف بده يتصرف اذا صار طارئ، كيف بدي انا هيدي بطمنه، انا اكون كمان رابطه الجأش عندي كويسه. صح. ما اهلع ما خاف، لانه هو بده يقلدني بالتالي الاطفال انه بيقلدوا الكبار. مزبوط. اعرف اتصرف، انه انا كيف بدي انزل تحت الطاوله، كيف ابني بدك تحمي راسك بايديك، كيف بدك هالشغلات هذه انا ادربه عليها، هي تعطي طمانينه لهذا الولد، وانت دائما تحسسه انه انت دائما موجود، وهذه شغله طارئه ممكن ما تتكرر ابدا. صحيح. واذا تكررت نحن لا، هذا التصرف الصح. يعني دكتورة استكمالا للموضوع، بعض الحالات الطبية عند الأطفال أو حتى عند الكبار هي بتحتاج لمتابعة. يعني أنتم مثلا بدأتوا بالعلاج، بدأتوا بإعطاء الأدوية، أكيد بدها متابعة، بتكون هيدي الحالات أخطر من غيرها. كيف أنتم حضرتكم بتتابعوا هيدا الموضوع؟ نحن مثل ما حكينا هذا الطبيب الرقبة الفجوي المدرب الموجود له حدود طبعا، يعني هو مدرب على بعض الأمراض الشائعة، بس بعدين إذا كان وقف على نقطة محددة أو ما قدر يقاربه، نحن دائما معنا طبيبين نفسيين موجودين معنا على طول الوقت على التليفون، ومنحول له في ورقة إحالة نظامية بناخد فيها كل البيانات، وأنا شو أعطيته للأدوية وشو أنا شخصته. وإذا كان بقى بيشوفه هذا الطبيب بيقيم هل أنا تصرفي كان صح أو لا، وبيكمل معه إذا كان بيحتاج مستوى أعلى. كثير مهم دكتورة المتابعة، وخاصة يعني بالنسبة لحكيك عم استلهمت هيك من حكيك انه من الى حضرتكم يعني الى حد معين بعدين بيصير في متابعة من قبل اخصائي. دكتورة هلا مثلا بالمناطق خلينا نقول كمان البعيدة شوي، نحن اليوم في ارياف كثير بعيدة خلينا نقول عن المدينة، كونك حضرتك عم تقولي غطينا المدينة، وصلنا لا او رح نوصل لها؟ لا وصلنا لمعظمها ورح نكمل، احنا مكملين. بس وصلنا للمعظمه، يعني الفرق الاستجابه هيدي موجوده بكل محافظه اللاذقيه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بس كمان في شغله يعني حضرتك
عم تكوني مشاركه ضمن الفريق، فاكيد عم تختلطي بالاشخاص، كيف عم تكون استجابه الاشخاص لكم؟ هلا ردات الفعل للاشخاص مختلفه، في ناس بتحسها كثير متوتره، وفي ناس بتحسها بارده ما كاني مرق علينا شيء، وفي ناس عندها حب انه انا كيف بدي اتصرف، انا كيف بدي اعمل، بدي اخذ النظره العلميه، بدي انا كيف لازم كون انا، يعني هالشغلات هيدي مختلفه، الناس ارتكاسهم مختلف، ونحن على كل على حسب هذا الشخص بنتعامل معه. يعني حضرتك دكتورة ذكرتي أيضا بمعرض حديثك أنه عندكم محاضرات تثقيفية للأهل، هيدا المحاضرات بتتعلق بطريقة التعامل مع الزلزال أو طريقة التعامل مع الأبناء في حالة الهلع والخوف أو قصص ثانية؟ هي بالبداية تثقيفية صحية، صحيح. يعني نحن أنا كيف الوقاية مثلا، ما نحن هلأ عندنا أماكن إيواء، أو حتى الناس اللي نازلة عند قرايبينا، يعني بصير تجمعات بأماكن محصورة، أنا بدي بهي الأماكن المحصورة أنا يكون الأكل نظيف، المي نظيفة صالحة للشرب، يكون ثقافة غسل اليدين قبل وبعد الحمامات، المرافق الصحية تكون نظيفة ومرتبة ومهففة، هالشغلات هذه مشان أنا أوقي حالي، الوقاية أنا بشتغل هلأ هون بالتثقيف الصحي على الوقاية. وممكن كثير نتطرق لكثير امور علميه من الزلازل نتيجه القراءه، يعني نتيجه صحيح. القراءه اذا اي تساؤل هن بيطرحوا علينا نحن مستعدين نجاوب، وعندنا مثقفات صحيات موجودين مع كل الفرق، وهالمثقفات هدول كلهم مدربات على جميع انواع الامراض اللي موجوده او الوقايه من هذه الامراض. نعم، يعني منظمه الصحه العالميه دكتوره توقعت انه يكون في امراض ساريه موجوده بالاماكن اللي وقع فيها الزلزال مثل لاذقيه وجبلي وغيرها، نحن قد ايه فعلا قادرين نتخلص من هاي الامراض او ما نوصل لها عن طريق التوعيه والتثقيف للناس الموجودين؟ نحن كل ما كنا عم نشتغل على التوعيه والتثقيف اكثر، كل ما قدرنا نحن نتلافاها لهيدي الأمراض أو نخفف من وطأتها. نحن هلأ ما بننكر موجود في بعض الأمراض السارية، في لكن ما تزال ضمن الحدود الفردية، الحدود البسيطة، ما فينا نقول وباء، ما فينا نقول شغلات فردية، عم نتعامل معها كل عيلة بعيلتها اللي موجودين عندهم، عم تنعطى الأدوية كلياتها لإلهم، مع حتى الحمامات إجت حمامات متنقلة صاروا يتحمم لأنه في يعني طريقة علاج معينة بتتطلب أنه أنا بعد ما حط هذا الدواء مدة 3 أيام أنا باليوم الرابع لازم لي حمام، صحيح. وبالتالي هدول حتى الحمامات إجت، يعني في متابعة بشكل كتير لصيق لحتى ما يصير عنا انفجار بأوبئة أو بأمراض سارية معينة. نعم. يعطيكم ألف عافية، يعني فعلا يعني بغض النظر حتى عن حدوث الكارثة نحن بحاجة أيضا لهذا الموضوع، يعني وخاصة أنه تبعات الزلزال حاليا نحن بصدمة، كنا هلأ صار في عنا ما بعد الزلزال، نحن مكملين يعني لبعدين لمدة غير محددة طول ما أهالينا موجودين خارج بيوتهم نحن معهم. نعم. نحن ما بنقدر نتركهم أبدا، نحن معهم صحيا وثقافة تثقيفيا اللي بدهم، قادر أي شيء، قادر حدا يقدم شيء وين ما كان موقعه أكيد ما رح يأثر، لأنه هدول أهالينا ونحن رح نضل مستمرين معهم. يعني الحقيقة فعلا عملكم متكامل، هذا الفرق، الفرق الاستجابة السريعة اللي تم تشكيلها من قبل مديرية صحة اللاذقية منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، فعلا عم تقوم بعمل جبار لتقديم كل وسائل الدعم النفسي والمعنوي لأطفال وحتى الدوائي. يعني بصراحة دكتورة بدنا نتشكرك، ونتشكر وجودك معنا، نتشكرك على المعلومات، ونقول لك سلامتك إن شاء الله. الله يسلمك يا رب، وأنا بتشكركم، وبحب أنا أشكر كل الكوادر الصحية. الحقيقة نحن من وقت الزلزال لهلا ولا حدا، يعني ممكن يكون كتير العالم عم تشتغل على حساب بيوتها، بس دائما هذا واجبنا، نحن بنقدم اللي فينا على، وبتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا كتير لك دكتورة منى ياسين، عضو ضمن فريق الاستجابة الطبية، شكرا كتير لك.